اللي عايز اقول لحضراتكم برضو ان احنا لازم نبدا بموضوع مهم جدا، لان كان امبارح يا كريم اتكلمنا في هذه النقطه، واول امبارح فكره هنا النهايات المحترمه للنادي الاهلي اللي طبعا البعض طبعا قاعد يزايد فيها، والبعض قاعد يقول لك لا ده حصل مشكله، ما لا ده مش عارف سواريش مش عارف ايه. خلينا نبدا من النقطه دي لان في كلام فيها كريم اعتقد لازم نقوله. وتعالي اذا كان كده بقى تعالي نبتدي بكلام سواريش نفسه، لان كان في فتره صمت من اول ما اعلن عن رحيله، ما ناس كتير ما كانتش عارفه ايه اللي بيحصل. لكن سواريش الحقيقه في اول تعليق ليه بعد الرحيل كتب وقال طبعا كل بعد ما انتهينا من التعاقد شرفت، يعني معلش خليني اقول لحضرتك الكلام بالظبط عشان ما اقولش كلام مش مظبوط، بيقول انا فخور انني مثلت اكبر نادي في افريقيا وهو النادي القرن ال21 وهو اشهر انديه العالم، اشتغلت بكل تفاني وحب واخلاص في هذه الفتره القصيره ومدرك ان هذا النادي يعيش على البطولات والالقاب، ووجه الشكر لكل شخص تعامل معاه وتمنى التوفيق للجميع، وعبر كمان عن مدى اعتزازه بهذه الفترة القصيرة. والحقيقة يعني لازم نقول ان تاني الظروف والملابسات اللي جه من خلالها هذا المدرب ما كانتش مساعدة بالنسبة لنا ان احنا نقدر نقيمه كمدير فني هو الى اي درجة مدير فني كويس. هو جه في ظروف وفي توقيت ما يعلم بيهم الا ربنا، وجه على وضع مش ده المعتاد خالص من النادي الاهلي، فبطبيعه الحال ما كانش فيه مساحه قوي انه يسيب بصمه. ولكن من ناحيه تانية النادي الاهلي وخصوصا في المرحله دي ما عندناش مساحه او رفاهيه التجارب. فلو حاجه ما بينتش اماره من اولها خلاص، على طول يتم تعديل الموقف. انا بتفق معاك، يعني يمكن طبعا سواريش مشروع مدرب رائع جدا، ولكن في التوقيت اللي احنا فيه ده احنا فعلا ما عندناش هنا قصه ان احنا لسه نشوف، احنا عايزين نستقطب او نستقطب مدرب يبقى النتائج على طول على الارض بعد فتره قصيره، طبعا مش اول ما هيستلم بس بعد فتره قصيره على الاقل نشوف اداء مختلف للعيبه، حتى لو مش هنشوف سكور مختلف، لكن حتى الاداء ما شفناهوش من سواريش للاسف الشديد. تاني ربما في ظروف معينه منعت ده، ربما في بعض الملابسات اللي حصلت ما كانش افضل حظا مثلا من موسيماني، ولكن اللي حصل هو زي ما حضراتكم شفتوا كان ربما اختيار يعني لم يوفق فيه او لم يرى خلينا نقول كده جماهير النادي الاهلي فيه امل، خلينا نقولها بهذا الشكل. فسرعان ما النادي الاهلي زي ما كنا بنتكلم برضو امبارح ما بيتخذ قرارات واعاده تصحيح لبعض القرارات، لان تاني ما عندناش رفاهيه ابدا ان احنا نخش موسم جديد او نبدا موسم جديد وما عندناش مدرب يليق او على طموحات النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. فكانت خطوه محترمه، وكانت برضه رد فعل محترم من سواريش على الصعيد التاني. تاني هنأكد مفيش أي مشكلة حصلت، مفيش أي خلاف حصل، الموضوع ابتدى بشكل محترم جدا وبعقود وبتراضي بين الطرفين وانتهى بنفس الشكل، مفيش أي حاجة. الراجل بنفسه طلع هو اللي رد وقال لك أنا فخور إني اشتغلت حتى لو فترة قصيرة مع النادي الأهلي، وبالتوفيق للعيبة وبالتوفيق للنادي في البطولات اللي جاية وفي الفترة اللي جاية. فإحنا كمان أكيد بنتمنى له على الصعيد الآخر كل التوفيق إن هو برضه يروح ويدرب فرق قوية ويكون ليه مستقبل باهر في هذا المجال، يعني الموضوع محترم جدا مفيش أي حاجة. فيعني الكلام برضه اللي بيتردد ما تفهمش بقى الموضوع بقى عارف خلاص بقى كفايه بقى، يعني اصل كده كده عارف لما انت تقعد تتكلم ومفيش نتيجه، يعني انت مثلا اللي بيحاول ان هو يقول اي حاجه او ان هو يطلع او يفبرك اي خبر، ما هو على الصعيد التاني احنا لا نهتم وما بيبقاش في رد فعل وبتلاقي نفسك مردود عليك من صاحب الشخص نفسه، فيعني ملاش اي معنى بقى. وعموما لو رجعنا للتاريخ يعني عبر تاريخ النادي الاهلي اكيد عبر التاريخ اتغيرت عشرات الاسماء في عشرات المرات، سواء كنا بنتكلم على مدربين وطنيين او مدربين اجانب. يعني انا عن نفسي الحقيقه عمري في حياتي ما سمعت ان كان في مشكله في انهاء تعاقد اي مدير فني في اي مرحله من المراحل، دايما انهاء التعاقد بيتم بمنتهى الشياكه والرقي والاحترام اللي دايما ما بيكون متبادل، ودي برضو من ضمن اساسيات وثوابت النادي الاهلي. وكل من هو متعامل مع النادي الاهلي سواء لفتره قصيره او لفتره طويله عارف كده كويس، وبيتطبع بطبع النادي الاهلي حتى في انهاء العلاقات دايما بنشوف هذا القدر من الشياكه ومن الرقي.